الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. بسم الله والابن والقدس الان واحد امين. اصحاح 19 من سفر الرؤيا بنبتدي نغمه الحزن تختفي ونغمه الفرح تظهر. انه بيحكي لنا عن الفرح بالخلاص من الشيطان الى الابد. الوحش والشيطان وأعوانه كلهم هيتاخدوا ويترموا في البحيرة المتقدة نار. وهنا السمائيين هيفرحوا مش شماتة، ولكن هيفرحوا نتيجة العدل الإلهي تم. زي ما احنا دلوقتي طول عمرنا بنصرخ انت فين يا رب، انت ساكت ليه، سايب كنيستك ليه، سايبهم يفتروا ليه، سايب الملحدين واللي بيشتموا في المسيح واللي بيشتموا في الإله وفي ربنا وإن مفيش ربنا، عمالين يزيدوا صوتهم يعلى ويضطهدوا أولاد الله، ليه ساكت؟ فهي وقت بقول لا أنا ساكت، ولكن في وقت هينتهي كل حاجة ويملك الله إلى الأبد على شعبه، وتكون النهاية من الشر إلى الأبد، ما فيش شر تاني في العالم، وتعيشوا في سلام مع المسيح إلى الأبد. فتبتدي نغمة التسبيح تظهر. ففي الإصحاح 19 هنا تصدر صرخة من السماء بيقول للناس اللي بره يلا سبحوا خلاص، الحكم هيصفر والعالم هينتهي والشيطان والوحش وأعوانه هيترموا في البحيرة المتقدة نار إلى الأبد. فهتكون النتيجة إن اللي بره هيبتدوا يسبحوا زي زغرته. السمائيين بيحسوا بينا وكانوا مراقبين اضطهاد الكنيسة في أيام الوحش في الفترة الأخيرة، الاضطهاد المرير اللي صعب جدا، وأخيرا بيقول خلاص هترتاحوا فيلا ابتدوا سبحوا. فهيطلع صوت التسبيح من بره زي صوت مية كتير وزي صوت رعد، لأن شعوب وألاف وألوف وربوات ربوات بترنم الحمد لله ملك الحمل إلى الأبد. هو بيحكي لنا المشهد ده، بيعمل الفلاش باك لورا كده، يقول لك إن الشيطان هيحاول تاني يهاجم. ده كان طبعا مفروض قبل اللقطة دي، الشيطان هيحاول يهاجم ولكن ربنا انتصر عليه. في الجولة الأخيرة لما الشيطان هيطلق من سجنه ويحل أيام يسيرة، عالما أن له زمان قليل، فهيحاول يضل كل من أمكن ولو أمكن المختارين أيضا، فربنا هيأثر تلك الأيام ويخدم. أقرأ معكم والكلام هيوضح. بعد هذا سمعت صوتا عظيما من جمع كثير من السماء، السمائيين بيقولوا هللوا يا الخلاص والمجد والكرامة والقدرة لإلهنا لأن أحكامه حق وعدلة. من السماء من جوه الصوت طالع بيقول سبحوا وهللوا. هللوا يا كلمة من مقطعين، هللوا يا يعني يا هو الرب، يعني سبحوا الرب، هللوا الرب، اشكروا ربنا. الصوت من جوه طالع بيقول سبحوا ربنا لأن أحكامه حق، لأنه أخيرا يحكم بالعدل. إذ قدان الزانية العظيمة، الزانية العظيمة دي زي ما اتفقنا إن هي رمز المملكة الشر كلها، مش واحدة زانية، أخيرا أدين الشر اللي في العالم، التي أفسدت الأرض بزناها. بزناها انها خلت الناس تبعد عن ربنا، مش زناها بس الجسدي، ان الناس تخون ربنا وتحب العالم وملذات العالم وتتعبد للمال وللشهوات وتخون ربنا، زنوا عن ربنا. اخيرا الشر اللي بعد الناس عن ربنا ادين. وانتقم لدم عبيده، هذه الناس ضيعت نفوس، اهلكت ناس، دم ناس راح، يعني مملكة الشر دي خلت ناس كتير تهلك، فربنا بينتقم لدمها بمعنى يقيم العدل الإلهي. وقالوا ثانية هللوا يا ودخانها يصعد إلى أبد الأبدين. الدخان يصعد إلى أبد الأبدين ده كناية على أن العذاب مستمر إلى الأبد، لأن في بعض البدع بدأت تطلع تقول يعني الأشرار هيموتوا وخلاص، إنما الأبرار هيقعدوا مع المسيح الأبد زي بعضه، إنما الأشرار هيموتوا والحكاية خلصت على كده. لا، الأشرار دخانهم يصعد إلى أبد الأبدين، يعني عذابهم، عذاب احتراقهم يصعد إلى الأبد. وهنا أثير سؤال، هي نار حقيقية ولا نار يعني مادية؟ الحقيقة بس أنا أفهمكم حاجة، مثلا زي إيه؟ أصعب ما في الأمر إنها إلى الأبد. شوف أنت لو قرصتك ناموسة وعمال تقول نحلة قرصتك وعمال تصرخ ألم، طيب الألم ده هينتهي إمتى؟ ساعتين، ثلاثة، أربعة، يومين. لكن تخيل بقى إن الألم ده لا ينتهي،
فتصور انه اشد انواع الالم اللي جالك الى ما لا نهايه، اشد انواع الكآبه اللي جات لك، مش مرت عليك لحظه كآبه كده مثلا، واحد حصل حاجه بقى متضايق جدا والدنيا اسودت في وشه، هذه اللحظه الى الابد. حط بقى كل حاجه، كل حاجه متعبه، كل حاجه المتك في جسمك مثلا، بس الى الابد. فمش هتفرق بقى كتير اذا كانت نار ولا لا، ولكن المهم انها الى الابد ومؤلمه زي لسع النار، ان لم تكن نار ماديه ولكن يعني اختلفوا فيها كتير دي، لكن المهم انها نفس التاثير، تحترق الى الابد. دخانها يصنع يعني مش بتنتهي، دخانها يصعد الى الابد، يعني ابشع ما في العذاب الابدي للاشرار انه مش بينتهي. تخيل مثلا واحد بيصرخ من كل قلبه وتعبان جدا، وبعدين بقى هو ده قمة الألم بس كده على طول، فهو الأبدية التعيسة كده. وخر 24 شيخا اللي هم أصلا قسيسا في الترجمة، وسجدوا لله الجالس على العرش، اللي هم كهنوت العهد القديم والجديد، وسجدوا لله الكائن على العرش قائلين أمين هللويا. هتسمعوا كلمة هللويا 4 مرات في الإصحاحات ده، كل الناس بتشكر ربنا هللويا، وعشان كده تلاحظوا ان كنايسنا بتاخد كلمة هللويا وتلحنها بكل النغمات، فرايحي وحزيني وكل الألحان فيها هللويا. وخرج من العرش صوت قائلا سبحوا لإلهنا يا جميع عبيد الخافيه الكبار والصغار. من صوت العرش من جوه صوت بيقول للي بره سبحه، وكأن التسبيحه اللي طلعت من بره تجاوبا مع الصوت اللي جوه. انتوا عارفين لما بيكون في مظاهرات كده، واحد يقول والباقي يرد عليه، فهو من جوه قال لهم يلا هيصوا، فاللي بره بقى هيردوا. فالهيصه اللي بره جت ازاي؟ جت كصوت مياه كثيره وكصوت رعود. بس لاحظنا ان هو بيقول لهم سبحوا لإلهنا يا جميع عبيده الخائفين الصغار والكبار، معناها ان في صغار وكبار. السماء بتضم مش بس الناس الكبار في السن، في اطفال ماتت، وفي ناس كبار صغار في المراكز، كل حاجه تشكيله من السماء، كلكم سبحوا. فطلع الصوت كصوت جمع كثير وكصوت مياه كثيره وكصوت روض كثيره أو شديدة، قائلة هللو يا إنه قد ملك الرب الإله القادر على كل شيء. يبقى الصوت من جوه طلع قال لهم يلا سبحوا، فانطلقوا في التسبيح، فصوتهم طالع زي رعد. عارفين لما تكون الكنيسة مليانة كده على آخرها، ونيجي نقول آمين آمين آمين، وتلاقي الصوت طالع زي الرعد كده، حاجة كده بقى بس مضخمة في إكس مليون مثلا. التسبيح بتاع الناس اللي طالعين خارجين من ألمات وضيق الدنيا والضيقة العظمى، وهم بيسبحوا على الخلاص. تعرفين زي ما يكون واحد في ضيق كبير قوي، وبعدين الضيقة تفرج فتطلع الزغروطة اوتوماتيك كده، من غير ما حد يقول، من كتر الفرحة هيحصل كده. وخر 24 قسيسا، هي صحتها كده، والأربعة ملائكة، الأربعة كائنات أحياء، وسجدوا. ايه نوع السجود هنا؟ ليس فقط التوبة، ده سجود العبادة لربنا وسجود الحب. من ضمن المطانيات، مطانيات مش بس تذلل، واحد بيعمل مطانية ربنا حب، زي ما واحد كده يركع تحت جين واحد يقول له أنا تحت أمرك، أنا كلي ليك. لنفرح ونتهلل ونعطيه المجد، لأن عرس الخروف قد جاء وامرأته هيأت نفسها. الصوت من جوه طالع بيقول لهم يلا نفرح ونهلل، لان العشاء والعرس بتاع الخروف جه. احنا الكتاب المقدس كلمنا كتير عن علاقتنا الشخصيه بربنا وعلاقه الكنيسه بربنا، وشبهها تشبيهات ثلاثه. شبهها مره بالخطبه، خطبتكم كعذراء. ايه خطبته؟ يعني ابتديتوا اتامنتوا وتعمدتوا وابتديتوا تبقوا زي في علاقه خطوبه ما بيننا وما بين ربنا، تعمدنا وبقينا اولاد ربنا زي خطوبة. وبعد شوية يقول انتوا بقيتوا العروس بتاعتي، يعني العلاقة زادت شوية او زادت كتير. ولكن هنا في سفر الرؤيا بنسمع
تعبير جديد، امرأته. امرأته زي العروس تم الزفاف، ولكن بقت صارت امرأته فعلا، ودخل بيها لعمق السر الزيجة، فبقت امرأته بقى. فهنا امتى هنقترن بالمسيح الاقتران الكامل في الأبدية؟ يعني احنا لغاية دلوقتي اسمنا عروس المسيح، لكن في الأبدية لما هنتحد بيه اتحاد كامل ونبقى معاه إلى الأبد، هنبقى كأننا مراته. فاهمين التشبيه؟ يعني هو جابها 3 مراحل: خطوبة وعروس وبعدين امرأته. امرأته دي ما جاتش غير هنا في سفر الرؤيا، لأن امرأته اللي هي الكنيسة هيأت نفسها. هيأت نفسها يعني إيه؟ إزاي الكنيسة تهيأ نفسها للاقتران بالمسيح؟ بكمال الشهداء وبكمال تقدماتها لربنا، انها ادته كل اغلى ما عندها، وبكمال تضحيتها من اجله زي ما هو ضحى من اجلها. هو ضحى من اجلها على الصليب، وهي ضحت من اجله بكل الشهداء اللي بتقدمهم. خلصت شهداءه في الفتره الاخيره، هيكون شهداء كتير جدا. قدمت له اغلى ما عندها وقدمت له حياتها، فبذلت نفسها عنه. الكنيسه تقترن بالمسيح الى الابد. ولنفرح ونتهلل ونعطيه المجد، لأن عرس الخروف قد جاء وامرأته هيأت نفسها. والمسيح كان مرة قال: لا أشرب بنتاج هذا الكرم إلى ذلك اليوم حينما أشربه معكم جديدا في ملكوت السماوات. يعني أشربه معكم جديدا في ملكوت السماوات؟ يعني هتعرفوني معرفة جديدة ما عرفتوهاش قبل كده في ملكوت السماوات، اللي هي معرفة الاقتران. وأعطيت أن تلبس بزا نقيا بهيا، لأن البز هو تبررات القديسين. البز ده نوع من الكتان الأبيض، والكتان الأبيض ده إشارة للبر والنقاوة. فالكنيسة لبست نقاوة، والكنيسة متسربلة بالطهارة والنقاوة، والمسيح غسلنا بدمه وبيضنا. وإحنا بالتوبة إذا كنا اقترنا هذه ثياب البر اقترناها بالمعمودية، ولكن الثياب بتتسخ كل يوم والتاني، وكل ما بنقدم توبة واعتراف وبنتناول بنبيض الثياب تاني. فاحنا اللي هيحافظ على هذا الثوب نقي، يعني أخده نقي في المعمودية وفضل يتسخ طول عمره وفضل يغسل فيه وينظف فيه، إذا وصل بيه للسماء وهو في حالة النقاء، هو ده اللي عليه ثياب العرس، زي ما جت في أمثال قبل كده. فاللي عليه ثياب العرس ده هو هيبقى الكنيسة واقفة جاهزة لثياب العرس علشان تقترن الاقتران الكامل بالمسيح، مجهزت نفسها بالتقوى والبر والقداسة، لأن البز هو تبررات القديسين، الفضائل اللي ربنا بيديها للقديسين لمن يجاهد على الأرض. وقال لي: اكتب طوبى للمدعوين إلى عشاء عرس الخروف، وقال: هذه أقوال الله الصادقة. عشاء عرس الخروف اللي بيفتح باب قلبه أدخل وأتعشى معاه. وعشاء عرس الخروف سماه عشاء لأنه ربما في نهاية العمر وفي نهاية الأيام وفي نهاية الخليقة، لما ينتهي كل حاجة كمكافأة على كل الألمات اللي احنا شفناها في هذا الدهر، كمكافأة العشاء. اكتب طوبى للمدعوين، يا بخت اللي هيقترن بالمسيح إلى الأبد. اكتب يعني بيقول له بص قول لي كده، يا بخته، يا بخته اللي هيكون المسيح معاه ويقترن بيه الى الابد. هذه هي اقوال الله الصادقه. يعني ايه؟ محدش يشككك في الكلام ده، محدش يجي يطلع لك ببدع كده ويقول لك مفيش حاجه بعد كده، بعد الموت مفيش حاجه، نتمتع الى اخر يوم، لان مفيش حاجه. هو ايه؟ في فكر غربي سائد كتير ان الناس بعد ما تموت مفيش حاجه، عشان كده الناس عماله تاكل وتشرب وتتفسح الى اخر لحظه في حياتها. يقول له اكتب وبقول لك الكلام ده صح، يا بخته اللي هيقترن بالمسيح الى الابد ويحضر عشاء عرس الخروف. محدش يشككك في هذه الحقيقه. فخررت امام رجليه لاسجد له. هو كان بيكلمه ملاك، ولكن في رأيين، يعني انه من كتر بهاء المجد بتاع الملاك ام ظن ان هو المسيح او ان هو الله، فسجد له. فقال له: لا ما تسجدش، ده انا عبد زيك. وفي يقول لك: لا هو كان عارف انه ملاك، بس يعني ايه، حب يسجد له احتراما. فالملاك استكتر وقال له: يعني انت من الرسل ومش مع، انا ملاك وانت رسل، ما تسجدليش. يعني ايا كان، لكن اعتقد الرأي الاولاني اقرب، ان هو
من كتر بهاء مجد الملاك قام ظن ان ده بيكلمه المسيح نفسه، اتلخبط يعني، فجاي يسجد له. قال له لا ما تسجدليش، انا عبد مثلك. بالمناسبه احنا عندنا المطانيات في الكنيسه انواع، مطانيه للسجود للعباده دي لربنا بس، وفي مطانيات احترام او مطانيه كنوع من الاعتذار. عارفين مثلا اللي سجدت لابيجايل لما سجدت لداود لتهدئة غضبه، كان غضبان فراحت سجدت له فهدي. ومثلا عيسو لما جه يعقوب سجد له لتهدئة غضبه، دي مطانية. واحنا بندي مطانيات للرسل وللقديسين، وما يجوزش ان احنا ندي المطانيات دي في الايام اللي هي مثلا يعني بعد ما الواحد متناول. حتى مطانية الاحترام دي مش مفروض، مفروض بعد التناول وانت حامل المسيح ما تعملش مطانية. المهم هو سجد له هنا، فقال له لا لا ما تسجدليش، انا عبد مثلك. فقررت امام رجلي لاسجد لها، فقال لي انظر لا تفعل، انا عبد مثلك ومع اخوتك الذين عندهم شهاده يسوع اسجد لله، فان شهاده يسوع هي روح النبوه. قال له اسجد لربنا، شهاده يسوع هي روح النبوه. روح النبوه كلمه روح هنا يعني بتنفس النبوه، يعني في النبوات تنفس بشدة الكلام عن الله. واحد من القديسين قال شيل لي العهد الجديد كله وانا اطلع لك العهد الجديد كله من العهد القديم، لان العهد القديم كله بيتكلم عن المسيح، فممكن اطلع لك المسيح فيه نبوات كثيرة عنه لو اتجمعت واتحطت قدام بعض تقول هو ده المسيح، كشخص يقى الى الذبح اللي بنوصف وصفه، وهو ده العذراء تحمل وتلد ابنا من ساعه ميلاده وهيقوم بعد 3 ايام. لو طلعت النبوات اللي بتتكلم عن المسيح كتير في العهد القديم هتشوف في العهد الجديد. فالنبوات هي روح المسيح او تشهد للمسيح، كان النبوات العهد القديم تشهد للمسيح ايضا. ولو مسكت كل شخصيات كتاب العهد القديم هتلاقي فيها كتير رمز للمسيح. داود رمز للمسيح، يوسف رمز للمسيح، موسى رمز للمسيح، كله كان ممكن ندرس العهد القديم من زاوية يشبه المسيح في ايه، او ايه ده ايه علاقته بالمسيح. العهد القديم كله هي روح النبوة تشهد للمسيح. ثم رأيت السماء مفتوحة وإذا فرس أبيض والجالس عليه يدعى أمينا وصادق وبالعدل يحكم ويحارب، عيناه كلهيب نار، على رأسه تيجان كثيرة وله اسم مكتوب ليس أحد يعرفه إلا هو، متسرب البسوب مغموس بدم ويدعى اسمه كلمة الله. يبقى مين ده؟ طبعا مش عايز تفسير، هي مفسرة نفسها، ده المسيح كلمة الله. رأيت السماء مفتوحة وإذا فرس أبيض والجالس عليه، فرس يعني واحد محارب، المسيح يحارب عن كنيسته وظل يحارب عنها وهو منتصر. في المجيء الثاني المسيح انتصر، انتصر لكنيسته، كان يحارب عنها ضد الوحش والشيطان وكل أعداء الكنيسة، يحارب عنها وعلى رأسه تيجان كثيرة، مش تاج واحد لأنه ملك الملوك. والحقيقة أن كل حرب إحنا بندخلها مع الشيطان وإحنا ننتصر المسيح بيكلل، لأن المسيح بينتصر فينا. أنا انتصرت على الشيطان، أغراني أعمل كذا وأنا رفضت، يبقى أنا انتصرت في الحرب، أخدت إكليل. مين اللي خد الاكليل؟ المسيح، المسيح اللي فيا غلب. فالمسيح مكلل باكاليل تيجان كثيره، على راسه تيجان كثيره، يا ما انتصر. زي انبا موسى الاسود جاب للمسيح اكاليل كتير، وكل واحد فينا بينتصر على الشيطان بيجيب اكليل للمسيح. عيناه كلهيب نار، دي الحاجات الاوصاف دي جت قبل كده، يعني تقف قدامه كانك عريان عارف كل حاجه، فاحص كل حاجه. له اسم مكتوب محدش يعرفه إلا هو، يعني محدش يقدر يعرف طبيعة المسيح بالكامل إلا هو، حتى الملائكة في غموض عنه، ما تقدرش تعرف طبيعته أو تدرك عمقه، يعني محدش يقدر يدركه قوي لأنه كبير قوي وأسراره عميقة إلى ما لا نهاية، فمن يستطيع أن يدركه؟ متسرب البسوب مغموس بالدم، لأن المسيح ثوبه المسيح اللي هو الكنيسة، والكنيسة مليانة دم. ليه؟ لأن الكنيسة خارجة من اضطهادات وألمات ومذابح على مر العصور منذ نشأتها
إلى المجيء التاني، وخصوصا قبل المجيء التاني بشدة، ازداد الثوب دماء متسربل بثوب مغموس بدم، ويدعى اسمه كلمة الله. دي واضحة جدا، هو أقنوم الحكمة أمينا وصادقا، سيظل الله أمين وصادق. الحقيقة إن الله بيعاملنا حتى بهذه الأمانة، ربنا معانا وبيحبنا، مش عشان احنا كويسين. دايما الفكر ده بيجي لنا ان ربنا يتخلى عننا لاننا تخلينا عنه، هو بيعاملنا باصله، زي اب بيعامل ابنه علشان هو ابنه، فبيعمل معاه الاصول. الولد وحش وما يستاهلش حاجه، لكن برضه بيعمل له كل حاجه وبيتكفل بيه وبيدافع عنه، واذا حد اعتدى عليه يخش يدافع عنه، مع ان الولد مش كويس مع ابوه. هو ده علاقتنا بربنا، أمين. إن كنا نحن غير أمناء فهو يبقى أمين. في آية كده، إذا كنا نحن مش أمناء لكن هو يفضل أمين، ما بيعملش زينا. لو هو بيعمل زينا إن نخونه يخوننا، ما كانش تبقى دي العلاقة، لكن هو من صفاته إنه أمين وصادق، كل حاجة قالها بتحصل، ما قالناش وخلى بينا. رأيت السماء مفتوحة وإذا فرس أبيض والجالس عليه يدعى أمينا وصادق، وبالعدل يحكم ويحارب. بيبان عدله في أواخر الأيام في أنه يقبض على الوحش وأعوانه في البحيرة المطلقة نار. عيناه كلهيب نار وعلى رأسه تيجان كثيرة، وله اسم مكتوب ليس أحد يعرفه إلا هو، متسربل بثوب مغموس بدم، ويدعى اسمه كلمة الله. والأجناد الذين في السماء كانوا يتبعونه على خيل بيض لابسين بزا أبيض ونقي. الأجناد دول اللي هم الملائكة، لابسين أبيض في منتهى النقاوة وخاضعين له، لابسين حصانة برضو أو راكبين حصانة، لأنهم يعني بيحاربوا. الملائكة بتحارب عنا، السماء بتفرح وتشترك معنا في حروبنا الروحية، وميخائيل وملائكة حاربوا التنين زمان، والشيطان دايما الملائكة بتحارب عننا. الأجناد اللي في السماء اللي هم الملائكة كانوا يتبعونه على خيل بيض في خضوع تام، محدش بيعصي أوامره، وكأنهم في صورة حرب لينا. ومن فمه يخرج سيف ماضي، عادة السيف بيبقى في الإيدين اللي بيحارب بيه، ولكن من فمه يخرج سيف، يعني هيهزم الأعداء بكلمة فمه بأقواله. الكتاب المقدس الله هيحارب بكلامه، والسيف ذو حدين، حد يعلم عشان الناس تتوب وينقص القلب، وإذا الناس ما تبتش الحد التاني زي السيف يقطع. فالله سيدن بالسيف، كلام نفسه سيدن، الكلام اللي بقوله لكم هو هيدنكم. أنا قلت لكم ما تعملوش كذا والخطايا، ولو عملتم كذا من إلى آخر كل الوصايا، من يفعل التعدي ويفعل المعصية، من رأى امرأة يشتهيها لا تسرق، كل الوصايا أنا قلت لكم الكلام ده هيدينكم. لأنه ممكن يجي واحد يقول إيه، ما أنا ما أعرفش، ما حدش قال لي. هنقول بص أنا قلت لك، تعرفين هنا في السويد لما بيمضيك على ورق وأنت مش فاهم بتمضي على إيه، ولا تخش في أي برنامج في الأبليكيشن تقول أي أكسبت أي أكسبت وأنت مش عارف أكسبت إيه، ولا أكسبت ده هو ده اللي هتتحاسب عليه، فانت عمال موافق 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 عشان تخلص، عارف عارف عارف، يقول لك بص انت قلت. بس هو مش بيضحك علينا. في اواخر الايام سيكرز بالانجيل في كل المسكونه، يعني حتى ما فيش حد هيقول انا ما عرفتش، احنا مالنا، احنا ما حدش قال لنا حاجه. سيكرز بالانجيل الى كل المسكونه. من فمه يخرج سيف الماضي لكي يضرب به الامم، سيرعاهم بعصا من حديد. ايه رعاهم بعصا من حديد؟ يعني ده تحقيق لنبوة داود في المزمور، اشار لسلطان المسيح الديان للاشرار، حصل حديد دي للاشرار. وهو يدوس مع صارة خمر سخط وغضب الله القادر على كل شيء. الخمر ده بيجي نتيجة انه يتخزن لفترة طويلة فيخمر، فاللي خمر غضب، يعني التعبير على بعضه معناه ايه؟ ان غضب الله اختزن لفتره طويله، فزي اللي خمر، عارفين لما ايه، الله متغاظ شايف الشرور وساكت ومدي فرصه، وساكت ومتغاظ ومتغاظ ومتغاظ، وكان الغضب بتاعه بيتعتق،
فخمر غضب الله يعني غضب الله المختزن، المختزن نتيجة ان هو شايف الشر بقاله فترة طويلة وعمال يدي فرصة، وبدل ما يدي فرصة والناس تتوب الناس تفجر اكتر. فخمر غضب الله المختزن، غضب الله المتحوش، هيبتدي يأدب الناس بس مش تأديب للتوبة، تأديب للإفناء، للأشرار في أواخر الأيام. القادر على كل شيء، الأشرار أقوياء جدا وقادرين، ولكن الله أقدر. وله على ثوبه وعلى فخذه اسم مكتوب: ملك الملوك ورب الأرباب. الثوب والفخذ إشارة للتجسد. العزر الدمشقي قال له: حط إيدك تحت فخذي وأقسم. وإحنا بنقول الرياسة على كتف، والرياسة على الكتف برضه ده رمز للتجسد، تعبيرات معناها التجسد. فبيقول: على ثوبه وعلى فخذه اسم مكتوب: ملك الملوك ورب الأرباب. المسيح بتجسده صار ملك الملوك وأسس مملكة، ملك على قلب شعبه بصليبه. وده الكلام اللي ما فهموش اليهود، كانوا فاكرين إنه هيجي يقعد في الهيكل ويطرد الرومان، ولما ما لقوش كده اتصدموا. لكن هو ملك مملكة روحية. ورأيت ملاكا واحدا واقفا في الشمس، فصرخ بصوت عظيم قائلا لجميع الطيور الطائرة في السماء: هلم اجتمع إلى عشاء الإله العظيم لكي تأكلي اللحوم. ملوك ولحوم قواد ولحوم أقوياء ولحوم خيل والجالسين عليها ولحوم الكل، حرا وعبدا صغيرا وكبيرا. عارفين حيث الجثة تجتمع النسور، فالصوت بيدعو إلى الطيور الجارحة لتأكل لحوم الأشرار اللي هيترموا في النار إلى الأبد. معناها إيه؟ معناها خلاص الشيطان بيدان، ونهاية تعيسة، نهاية مملكة الشر. هنا بيعمل فلاش باك لورا لحتة قبل الرمية، إن العالم كله هيجتمع في معركة هرمجدون ليتقاتل، وفي الآخر كله هيموت، وكله هيموت وهيبقى حرب فناء، اللي هي الحرب العالمية الأخيرة اللي سيفنى فيها العالم وهينقلبوا فيها على الوحش، بعد ما العشر الأقوياء هيسندوه ويظنوا إن هم لما ينضموا ليه ويدخلوا مع الحرب اللي هيقودوا ليها هيقودهم ليها، ففاكرين إن هم بعد الحرب دي هينتصروا، هيكتشفوا إن هم اتاكلت لحومهم، يعني خيراتهم راحت والعالم خرب خلاص، وخراب دنيوي، واخيرا ياخدهم الوحش واعوانه يرميهم في النار. فهو رجع فلاش باك للمشهد اللي ورا، المشهد دلوقتي ان احنا بنزغرط ونهلل لان خلاص، ورجع يقولوا زي ما انا وانا بحكي كده، ويقولوا اصل قبل كده كان حصل ايه، اللي كان حصل قبل كده كذا، ده بقى المشهد اللي حصل قبل كده، ان القوات دي اجتمعت في حرب وكله مات واتاكلت لحومهم، يعني خيراتهم راحت وفانوا بلادهم في هذه الحرب. ولاحظ ان هما مشهدين، طيور جارحة تجتمع عشان تاكل في لحم الاشرار، وعشاء عرس الخروف، والكنيسة هيئت نفسها بتقترن بالمسيح اقتران ابدي، فاحنا اللي هنختار احنا هننضم لاني مشهد بعملنا. بيقول لحوم ملوك وقوات، الناس الاشرار دول مش ناس اي كلام، ملوك وقوات قادة العشرة اللي هيقودوا الحروب في الآخر، لحوم ملوك وقوات ولحوم أقوياء، دول الناس مش كانوا ليهم مراكز في الأرض. حرا أو عبد، معناها أن من في الناس اللي هيدانوا مع الأشرار إلى الأبد في ناس أحرار وفي ناس عبيد، كان في زمان أحرار وعبيد، ومعناها أن من كل الأنواع الأشرار من كل نوع، في قادة وفي ناس عبيد، وفي كبار وفي صغيرين. يعني واحد يقول لك احنا لما نكبر نبقى نتوب، وفي اشرار ماتوا وادينوا وهم صغيرين. ورأيت الوحش وملك الملوك واجنادهم مجتمعين ليصنعوا حربا مع الجالس على الفرس، ده فلاش باك لورا، ومع جنده. فقبض على الوحش والنبي الكذاب معه الصانع قدامه الايات التي بها ضل الذي قبلوا سمة الوحش والذين سجدوا لصورته، وطرح الاثنين حيين في بحيرة النار المنتقدة بالكبريت. بيجي المشهد الأخراني ان الوحش حاول يصنع حربا مع الجالس على العرش،
الوحش ده اللي هو الشيطان في جولة أخيرة، ولكن مسكه بقى هو والكذاب اللي أضل الناس ورماهم صحيين في البحيرة المتقدة نار، والباقون قتلوا بالسيف. ده مشهد نهاية العالم. الجالس على الفرس الخارج من فمه وجميع الطيور شبعت من لحومهم. خراب، هي وليمة للطيور الجارحة، فيها يأكلون لحوم الأشرار، إشارة إلى أن عدد القتلى في المعركة الأخيرة هيكون كتير جدا. والطيور الجارحة دي تشير للشياطين، فهؤلاء الأشرار سيكونوا من نصيب الشياطين اللي هم سلموا نفسهم للشيطان وحياتهم صاروا عبيد ليه. أما من تلذذ بالعالم فالشيطان هيقبض على روحه عند خروجها. في هذه اللحظات الأخيرة الوحش وملك الملوك بيحاولوا يصنعوا حرب مع الفارس المهيب، طبعا مش هيقدروا وهيرميهم في البحيرة المتقدة نار. أمامنا مشهدين، نختار المشهد اللي يناسبنا، ده اللي نقدر نفهمه من الكلام. يا إما تختار المشهد المؤسف طبعا بانقيادك للشر وبسجودك للوحش والشيطان في حياتك، أو بسجودك للمسيح وتحملك الألمات والعذابات والاستشهاد، تبقى في المشهد الثاني اللي هو العروس اللي هتقتنم المسيح وتبقى امرأته. ده الإصحاح 19. وبعد كده هتبتدي نغمة الإصحاحات بقى يكلمنا عن أورشليم السمائية الأبدية هنقعد فيها. عشان كده الإصحاحات اللي جاية من أجمل ما يمكن ناخد وقتنا فيها ونعيش السما بقى. هي دي اللي المفروض تبقى قدام عينينا عشان نتحمل كل الضيقات ونتحمل كل شيء ويهون علينا كل شيء قصاد المكافأة اللي هي الأبدية السعيدة. لله كل الكرم والأبد، أمين.